الشيفاني، كون هاني اسمعوا وفهم المعاني، تبني تعلي تمشي تولي، تروح تخلي ودايم ربي، رد بالك وكسي عيالك وما تنساش خيالك، الباقي ما هوش ديالك، صفي مالك وزن قوالك يعلى مقامك، ماشي قاع الخضرة حشيش وماشي كل كلمة معليش، خطيك مدفيش وخدم تعيش. السلام عليكم متتبعين ومتتبعات قناة سمع حكايتي، وكيف ما عودتكم هذا هو الجزء الثاني اللي الصراحة حاولت أنني نخدم عليه، وكنشكر الأخت ذكرى بزاف حيت هي دارت مجهود وصيفطت لي لي زوديو ديالها باش أنا تمكنت أنني نكتبهم، وداك الشيء كنشكركم هذا المنبر أختي، وكنقول لك إن شاء الله يا ربي يفرجها عليك الله وكذلك الناس يدعيوا معاك وما غادي يكون غير الخير ما تخلعيش. خواتاتي وخوتي هذا هو الجزء الثاني من قصة ذكرى، اللي الصراحة قصة مشوقة بزاف وقصة فيها بزاف ديال الأحداث، فيها بزاف ديال الأمور، نتمنى إن شاء الله تسمعوا ليها وتاخذوا منها العبرة. وهذه الأخت هذه مزروبة حطيت القصة ديالها، يعني سبقت منها لأن فغي مباغة محتاجة المشورة ديالكم، نتمنى إن شاء الله ما تبخلوش عليها. قال لي المهم دابا شحال عندك في العمر ديالك؟ لي باقي لي اسبوع نكمل 18. قال لي هاد العام دار لك ديال القرايه، سولني واش ما درتش لاكارت، قلت ليه لا، لان داك الوقيته انا كامله اللي كنت باغا ندير فيها لاكارت ناسيونال باش ندوز الباك كانوا المشاكل، وكنت كنغيب بزاف حيت انا في البدايه راني اختصرت لكم بزاف ديال الامور. المهم قال لي راه دازوك الامتحانات ديال الباك، ولكن انا غادي نعاونك تدخلي لواحد المدرسه وديري الدبلوم وان شاء الله غادي تاخديه. قلت لي راه خاصني بزاف ديال الوقت. قال لي ما تخافيش انا غادي نتكلف بكل شيء، وفاش غتاخدي غادي نخدم معاك وغادي تتعلمي بالزربه. قلت لي ودي علاش هاد الدبلوم؟ قال لي ديال لانفورماتيك. قلت لي واخا ان شاء الله. قال لي انا ما نسيتش عائلتك وراني عارف فين ساكنين حيت قلبت عليهم. قلت له كيف درتي ليها؟ قال لي هاد السؤال غير ما تبقيش تسوليني، وافيتي الله يخليك ما عمرك تسوليني على شي حاجه كيف درت ليها. المهم قال لي نوضي نوصلك للدار، انا غادي نمشي نخدم وغدا غادي نجي نسجلك، ما حد باقي شويه ديال الوقت. قلت ليها انا ما بغيتش نمشي للدار راني قنطانه. قال لي يلاه نديك ديري الشوبينغ فواحد المول زوين، منها بدلي الجو ومنها تسنيني حتى الوقت الغدا ونجي عندك باش نتغداو. وفعلا خداني لواحد المول، عطاني لاكارت ديالو وراني الكود وقال لي اي حاجه بغيتيها خديها وهاكي خلصي. قلت ليه ما يحتاجش عندي فلوسي، وانا الصراحه والله ما عندي حتى فلوس الطاكسي حيت غير عيط عليا ما هزيتش بسطامي نسيتو. المهم لصقها فيا وانا حشمت وشديتها عليه، بقيت كندور تما وداك الشيء كيبار الصراحه ولا في الاخايل، ولكن ما خديت والو، شبعت غير بالشوفان. دار داك 12 سوايع عيط عليا قال لي هبطيها انا لتحت كنتسناك. شافني ماشي توالو قال لي علاش ما خديتيش؟ قلت له لا ما بغيت والو ما عجبني والو. قال لي مستحيل تدخلي هنا ما تعجبك حتى شي حاجه. المهم قلت له ما بغيتش وما شقات لي على حتى شي حاجه. صافي داني تغدينا تسالينا شحال من بلاصه، من بعد شر ليا ما ناكل وصلني حتى الاقامه ومشى. بيني وبينكم البنات رجعت كنحس من جهته باحاسيس زوينه بزاف، بصح راه الاهتمام كيولد الحب، ولكن هذا الشيء كامل مازال كنتفكر في عائلتي اللي كنت كنحس بهم والديا، وما عمرني حساب ليا غادي يجي نهار وحياتي غادي تتقلب. ما نكذبش عليكم توحشتهم بزاف، هزيت التليفون بغيت نصوني على بابا، ولكن ماما مشكاكه غادي ندير لي غير المشاكل. قلت حتى الصباح يكون خدام ونعيط عليه، وفعلا نوت دوشت بدلت حوايجي تعشيت مشيت لبلاصتي. مراد بدا كيتصل بيا، في الاول كان كيتراسل معايا في الواتساب شويه هو يتصل. شنو غادي نقول لكم، مراد شاب طريف بزاف، ما زوين ما خايب، هو هذاك فايتني غير بشويه ديال الطول، اما هو قصير واما انا اللي طويله بزاف. المهم انا الا لبست الطالون كنبانو قد قد في الطول، هو باين فيه انهم تريني الحديد ولكن قليول. المهم عيط عليا السلام السلام، بدينا كنهضروا. قلت لي علاش كدير معايا هكذا؟ هاد المرة بغيتك تجاوبني بجواب مقنع. قال لي سمعي ذكرى، انا ما غاديش نخبي عليك انني معجب بك، ولكن ما بغيتكش تعمري راسك بهاد الهضره هاد الساعه، اعتبريني كيف ما بغيتي، خوك ولا ولد عمك ولا الصديق ديالك، راجلك حبيبك اللي بغيتي، المهم عندي انك تحقي داك الشيء اللي كنتي كطمحي ليه
ومن بعد يكون خير وكل شيء كيجي بوقته كيكون زوين. قلت لي عندك الحق. قال لي الصباح وجدي راسك على قبل الغرض اللي قلت لك. يلا دابا تصبحي على خير وليله سعيده. هي هذاك نط ناس في بلاصي وانا كنفكر فيه، كنقول زعما علاش هاد الشاب ربي لاقاني به، واش حيت انا ربي كيبغيني؟ المهم نط ناس وانا فرحانه. في الصباح جا خداني قد لي الامور على اساس انني غادي نبقى نمشي نقرا، وداك الشيء اللي درت. عيد ميلادي اللي كنت انا نسيتو هو دار لي حفله زوينه بزاف، كنا غير انا وياه. داني لواحد الريستو وجاب لي كيكه صغيره وطفيت غير شميعه وحده، داز كل شيء مزيان. جاب لي كادو اللي هو عباره على نونوس وورده حمراء، عجبني الحال بزاف. وليت كنحس بالنظرات ديالو ليا تبدلات، وكانه باغي يقول لي شي حاجه ولكن ما قدرت. استمريت معاه شي شهرين ولا 3 شهور على ذاك الحال، مره خارجين مره لا، مره هو خدام مره انا كنقرا. حتى جاب لي الدبلوم ديالي. واحد الصباح عيط عليا قال لي انزلي انا كنتسناك. ونزلت مشينا فطرنا هو الاول، قال لي اليوم غادي تبداي الخدمه. قلت ليه كيفاش وفين وعلاش؟ قال لي انت ما تخممش، ملي تكوني مع مراد الحياه غادي تكون سهله بزاف، غير امري وانا بين يديك. كسر الطوموبيل ومشى. حتى وصلنا لواحد الشركه كبيره، شنو غادي نقول لكم داكشي واو. قال لي نعرفك هذه مجموعه الشركات ديال الفنان اللي هو الاب ديالي. قلت ليه علاش جبتيني لهنا؟ قال لي هنا غادي تخدمي. قلت ليه واش حماقيتي؟ قال لي لا انا بعقلي. قلت ليه انا ما عارفاش منين بدا هاد الخدمه، واصلا انا ما مكملاش حتى 18، شكون اللي غادي يخدمني؟ قال لي انت كتهضري مع ابن صاحب الشركه. قال لي مالكي خايفه لهاد الدرجه؟ صراحة دخلت معاه وكلشي الموظفين دايرين ليه ألف حساب وحساب. أنا جالسة كنتفرعن ونتشرط عليه. صراحة عنده هبة قدام الناس اللي كيعطيه التحية، وفي نفس الوقت كيشوفوا فيا بحال اللي كيتسائلوا من تكون. المهم دخلت طلعنا في لاسانسو، داكشي كيبهر كلشي زاج كيدوخ. وصلنا لواحد المكتب اللي هو ديالو، قال لي دخلي. لقينا واحد خيتي غير شافته وقفت بالزربه. قلت لي بونجور مسيو مراد. قال لي بونجور بوشرى، هذه هي السكرتيره الجديده اللي غتاخد بلاصتك ان شاء الله، ونتمناك توريها الطريقه ديال الخدمه باش تلتحقي بالشركه الجديده. قلت لي واخا مسيو مراد. انا غير مخلوعه وكنشوف يا ربي اش من حصله هذه، واش من الحماره للطياره؟ انا هذا الشيء ما كنفهمش فيه. شافني داك السيده قالت لي انيسه ذكرى. قلت لي نعم. قلت لي ما عندك علاش تخلعي، راه السي مراد انسان الله يعمر ليه الدار، ما كيحكرش بزاف، ماشي بحال باه. قلت ليها مال باه؟ قلت لي الهلا يوريك. ودغيا جمعات وطوات الهضره معايا. قلت ليها جي جلسي دابا على المكتب ديالك ولكل مقام مقال، خاصك تكوني قد المسؤوليه اللي عطاك السي مراد. هاد البوست راهم كانوا كيتقاتلوا عليه هنايا في الشركه وما وصلوش ليه، وانت باينه ما عندكش شي تجربه مسبقه، وهانتي غتاخدي هاد المنصب. هزيت راسي جلست وبدات كتوريني وانا بحال الاطرش في الزافه. المهم دوزت داك النهار ما نكذبش عليكم، ترون الغد ليه هو مثال. مراد ما كانش كيعبرني ومخليني نخدم باش ما نتلهاش معاه. دوزت اسبوع تما، بديت كنتاقلم مع الجو ديال الخدمه، كنشدلو المواعيد، كنجاوب على التليفونات، الا جا شي حد كندخلو ليه. المهم كنقوم بالدور ديال السكرتيره. بقيت خدامه شي ايام. واحد النهار انا خدامه ما عليا ما بيا، حتى كيدخل واحد الراجل صوته كيخلع. هو يقول لي شكون انتي؟ قالها بواحد الطريقه فجعني بها. نط وقفت وانا كلي كنترعد. قلت ليه ذكرى؟ هو قال لي ذكرى ديالاش؟ راني سولتك على سميتك. قلت ليه سميتي ذكرى. قال لي شنو كديري هنا؟ وفين فلانه اللي هي السكرتيره الاخرى؟ قلت ليه انا هي السكرتيره الجديده. انا عاد هكاك ولد خرج من المكتب سمعو كيهضر. قال ليه الحاج انت هنا مرحبا به. قال ليه دخل وغادي نشرح لك. صافي دخل هو وباه. عرفت باه يا لطيف شيبه عاصيه كيفاش داير؟ شويه وهي هو يتصل بيا باش ندخل عنده للبيرو. وفعلا دخلت بعد ما دقيت. انا داخله وكنحس بيه كيطلعني مبنان رجليا حتى لراسي. هو يقول لي ديها في خدمتك، هنا ما يمكنلكش ترتكبي اغلاط ولا غادي يكون مصيرك الطرد. انا غير ساكته ما لقيت باش نجاوبه.
المهم دوز داك النهار مرفوعه، واللي في الشركه كلهم بحال اللي فيهم البيضه، وباينه كيخافوا منه بزاف، وحتى ولدو وباينه انه مسيطر عليه بزاف. المهم ساليت خدمتي، مشيت في حالتي للدار، دوشت، لبست الحوايج ديال الدار، تكيت شويه وهو يتصل بيا قال لي وجدي راسك غادي نخرجوا نتعشاو. ما بغيتش نخرج معاه، قلت ليه سمح لي يمشي، بابا كيسيق الاخبار ونصدقوا في المشاكل. قال لي انتي ماشي شغلك. قلت ليه اسمع، انا ما غاديش نقدر نبقى نتلاقى بيك، انا كيف ما كان الحال انا غير خدامه عندكم. قال لي ما تعصبينيش، قلت ليك اجي، بغيتك الامر ضروري. بقيت كنشوف، وليت قلت ليه واخا، ولكن اعتبرها اخر مره. قال لي اجي ويحن الله. وفعلا مشيت عنده وتلاقاني كيف العاده، وكان برا الاقامه. ركبت معاه في الطوموبيل، بقى غادي بيا. قلت ليه فين غادي، ما هدرش معايا. حتى وصلنا لواحد الحومه الشعبيه، ريد الطوموبيل قال لي انزلي. نزلت، قلت ليه فين جايبني، قال لي زيدي وسكتي. جينا غاديين، وصلنا لواحد الباب وهو كيدق شويه هو كيتحل داك الباب، وانا كنلقى باب. واو، غوت وطرت عليه وعنقته، بقيت كنبكي كنبكي وهو كيبكي. قال لي فين مشيتي بنتي، توحشناك، حنا عاد هكداك، وماما خرجت وحتى هي عنقاتني وبقات كتبكي، وحسيت بها بحال نادمه. دخلنا رحبوا بينا، سلمت على خويا اللي كنت وحشتو بزاف، وانا كنسمع بابا كيشكر مراد. قال لي شكرا يا وليدي مراد، انت راجل بمعنى الكلمه. قلت ليه كيفاش حتى عرفتيه؟ قالوا لي هو اللي قلب عليهم وجا عندهم وعاود ليهم عليا، وقال ليهم بنتكم في الحفظ والصون، ودار معنا باش يجيبك لعندنا. مهم فرحوا بيا بزاف بزاف. ماما طلبت مني السماح، وقالت لي انا درت داكشي ماشي لخاطري، كانوا كيعمروني عليك. المهم شرحت لي الموقف ديالها وسمحت ليها، تعشينا ضحكين ناشطين. ما قالوا لي على حتى شي حاجه، ما سولوني، حيت مراد عاود ليهم على كل شيء. قالوا لي ما غاديش تمشي دابا، غادي تبقي معانا. قلت لهم لا، انا البلاصه اللي راني ساكنه فيها قريبه ليا الخدمه، وزيد ولفت تما. قلت لهم غادي نبقى نجي عندكم في الويكاند. حسيت بيهم بحال اللي ما عجبهمش الحال. مهم نط انا ومراد مشينا، بعد ما تواعدت معاهم وصلني للدار بحال العاده. الغد ليه مشيت للخدمه، فجيت في العشيه دخلت للدار، انا نلقاها كلها شموع، موسيقى هادئه، جو رومانسي. قلت انا واش غلطت في الدار ولا شنو، خرجت من الدار لقيتها داري. عاود دخلت، شنو هاد الشيء، انا كيبان ليا مراد خارج من البيت وكيغني تاريخ لعنتيني يا الصقع. قال لي ذكرى، انا عرفتك تفاجأتي، شدني من يدي وقال لي انا بغيت نطلب يدك للزواج، انتي راكي كتعجبيني، ومن النهار الاول اللي شفتك فيه عجبتيني، واش تقبلي تزوجي بيا؟ انا خلعني وما عرفت باش تبليد، نوت واقفه. قلت ليه هيك ما داير ليا شي مقلب، قال لي لا والله ما داير لك شي مقلب، انا راني بغيتك وبغيتك للزواج، الا قبلتي بيا انا نطلبك من عند والديك. قلت لي انت فاجئتيني وانا ما عرفت شنو غادي نقول لك. قال لي انا غادي نعطيك فرصه باش تفكري وردي عليا، انا ما مزروبش، غير ما تقولي لياش لا. ناضو مشى في حالو، انا ما فهمت والو، بقيت غير كنشوف. لقيت واحد البطه محطوطه فوق الطبله، فتحتها لقيت فيها خاتم زوين بزاف، هزيتو قيستو جا قدي عبار، فرحت بزاف صراحه. مراد انسان ظريف، اي بنت تعجب بيه، وفعلا فكرت مزيان وقلت انا ما غاديش نلقى بحال هذا الراجل، هذا هو الراجل اللي نقدر نعتمد عليه في كل شيء، حيت نقدني من الزنقه، وانا مدينه ليه بزاف ديال الامور. اتصلت بيه وقلت ليه اه انا قابله، بقى كيغوت بالفرحه، وانا كنقول ليه سكت غادي تفيق داركم. قال لي اصلا انا غادي نوض نفيقهم كاملين باش نقول لهم راني كنحب وغادي نتزوج، وانا كنموت عليه بالضحك. قلت ليه لا ما تكونش خفيف، هضر مع والديك في الوقت المناسب. قال لي غير كنضحك معك. وفعلا هضرنا انا وياه حتى لواحد الوقت. قال لي شوفي غدا ما تجيش للشركه، ارتاحي، انا غدا غادي نهضر مع دارنا باش نحدد الوقت اللي غادي نجيو لداركم. قلت لي واخا. الغد ليه صبحت ناعسه حتى للعشرة، اتصل بيا قال لي راني غادي نهضر معاهم دابا، راني علمتهم وقلت لهم بغيتكم في واحد الموضوع، وانا في الصالون كنتسناهم يتجمعوا. قلت ليه شكون اللي غادي يتجمع، قال لي ماما وبابا واختي. قلت ليه عافاك خلي المكالمه دايزه، بغيت نسمع اشنو رد الفعل ديالهم.
المهم قال لي واخا جاو. سمعت بابا هو الاول، انا نتخطف من بلاصتي وهي ناري على صوت صوته كيخلع. تبعتو ماما وانا نسمعهم. قال لي بابا شنو كاين ياك لاباس؟ شنو هو هذا الامر الضروري اللي بغيتينا عليه؟ هو يقول لهم مراد بابا ماما انا قررت نتزوج. ماما قالت لي مبروك ولدي، هذا هو النهار ديال السعد ديالي. هو يقول ليه وشكون هاد المحظوظه؟ شكون باها وش من نصيب عنده؟ وشحال عندهم ديال الشركات؟ واش بحالنا في المستوى المادي؟ انا تصدمت مني سمعت هذا السؤال. مراد قال ليه بابا انا غادي نتزوج بالبنت ماشي بباباها، وزيدون انا بخير وما محتاجش باها يكون عنده ولا العكس. قال لي واش بغيتي تاخذ وحده فقيره؟ قال لي الفقر ماشي عيب، وزيدون البنت كتعرفوها كاملين. قلت لي اختو ياك ما؟ قلت ليها ماما واش كتعرفيها؟ قال ليهم كاملين، قال ليهم كاملين كتعرفوها. بقاو كيسولوا. قال ليهم ذكرى باه. قال لي واش حماقيت باغي تزوج بسكريتيرا؟ ماما بانت ليا ما فهمت والو. قالت ليه واش كتقصد المساعده اللي كانت كتقابل جداك؟ بابا قال لها كيفاش مساعده؟ قالت ليها كيفاش ها كيفاش، حيت انا الوقيته اللي كنت خدامه عندهم بابا كان مسافر خارج المغرب، ما كانش ما عمرني ما شفتو، ما عمرو ما شافني. قال لها اذا نفس البنت راه خدامه سيكوريتيرا ديالو في الشركه. نطقت اختو قالت لهم مال هذيك راه بنت زوينه وظريفه، وزيدون قبلت لك جدها، هذا يعني انها انسانه مزيانه ودارت خدمتها، وهذا كما كيقللش منها بالعكس، وهذا ما كيعنيش انها ما قارياش. والا علاش شدت هذا المنصب ديال السكرتيره؟ قالت لهم ما تحكموش عليها. المهم انا كنسمع الحرب بيناتهم ناضت. قال لي باه نسى عليك هذا الزواج، هذا ما منوش. امو قالت ليها السختار ده. انا صافي قطعت المكالمه ملي سمعت هاد الهضره. بقيت مصدومه ما قدرتش حتى نبكي. بديت كنلوم في راسي، علاش انا حلمت كثر مني؟ علاش ما فكرتش ان ممكن والدي ما يوافقوش؟ شويه مورا بدا كيتصل وانا ما كنجاوبوش، بقيت غير كنبكي. بعد ما دازت نص ساعه لقيتو جا عندي، بقى كيدق. من فتحت الباب هو حلها، حيت عنده الدوبل ديال السوارت. دخل لقاني كنبكي، عنقني وقال لي ما غادي تفرقني غير عليك غير الموت، وليدي غادي نتحداهم حتى نتزوج بيك بغا ولا كراو. سكتني بالهضره ديالو، قال لي نوضي دوشي وبدلي غادي نخرجوا. ما بغيتش ولكن قنعني. نوضت ودوشت ولبست حوايجي، خرجت انا وياه. مشينا لواحد الريستو تغدينا، ومن بعد مشينا تسارينا، وما ما خلى فيا حتى بلاصه داك النهار على الموتور. فرحت بزاف وحسيت معاه بالحب. رجعنا حتى الليل، ولكن الصدمه فاش رجعنا لقينا الدار كلها مقلوبه وحوايجي مليوحين والباب مفتوح. الشوهه عرف مراد ان صحاب الحسنات وصلوا لبابا الخبر وعرفوني فين ساكنه وداروا داك الحاله. فاش مراد شاف داك الدار هكداك قال لي غادي نديك لداركم، على اساس شداك ونجي حتى نقادوا الامور، حيت خاف عليا من باه. وفعلا وصلني لدارنا وقلت لهم انني شاده كونجي وجيت ندوزو معاهم هاد السيمانه. بقيت يومين كنهضر انا وياه غير في التليفون. والنهار الثالث عيط عليا وقال لي انا في العشيه غادي نجي نخطبك. قلت ليه كفايه، شو والديك؟ قال لي ماشي سوقك في والديا، انا اللي غادي نتزوج بك ماشي هما. قلتها لدارنا فرحوا بزاف، ولكن ما قلتش لهم ان والديه ما بغاونيش. المهم في العشيه جا وجاب الورد والخاتم، وكان جايب لي الحلوه وجاب معاه اختو. والديا استغربوا قالوا لي فين والديك ولدي؟ قال لهم والديا ماشي هما اللي غادي يتزوجوا بها، وانا قادر نتزوج ما رانيش صغير. قالوا بابا لا ولدي، الوالدين هما الكل في الكل، وبغينا بركتهم وموافقتهم، ولا هاد الزوج ما غاديش يكون. الصراحه مراد ما عجبوش الحال، ناض مشى هو اختو اللي مسكينه ظريفه بزاف وما قالت حتى شي كلمه، جات حشمانه ومشاو بلا ما يتعشاو. جا عندي بابا قال لي شوفي يا بنتي، انا بغيتك تمشي لدارك بالشان معززه مكرمه، علاش السيد ما جابش والديه؟ اذا ما باغيينكش. انا بقيت غير كنبكي. عاودت لهم كل شيء، بقاو غير كيشوفوا. قالوا لي لا هما ولدهم عزيز، حتى احنا بنتنا عزيزه علينا. المهم هو عيا يقنع والديه، قالوا ليه الا فلانه نساها عليك. وانا عيت نقنع والديه، قالوا لي الا ما جابش والديه نساها عليك. واحد النهار قال لي خرجي عندي بغيتك، لبسي وهزي لاكارت ناسيونال ديالك حيت كنت هزيتها. قال لي واجي عندي البلاصه والفلانيه. قلت لي علاش؟ قال لي ماشي سوقك. وفعلا درت داكشي اللي قال لي. خرجت لقيتو كينتسناني بالطوموبيل ومعاه مرا وجوج دراجال. ركبت معاه قلت لي شكون هادو؟ قال لي الشهود. قلت له الشهود ديالاش؟ قال لي ديال الزواج.
قلت ليه كيفاش؟ وقف الطوموبيل قال لي انزلي. نزلت بعدني واحد شويه على الطوموبيل، قال لي واش موافقه تزوجي بيا؟ ايه ولا لا؟ قلت ليه اه ولكن، قال لي ما كاين ما ولكن، اه ولا لا؟ قلت ليه اه موافقه. قال لي اذا تبعيني وما تسوليني حتى على شي حاجه وما تقولي لي حتى شي كلمه. فعلا تبعته، قلت ليه ولكن ما جامعينش الوراق وخاصني شحال من حاجه. قال لي انتي ماشي سوقك، وقلت لك ما تسوليني حتى على شي حاجه، المهم انك غادي تولي مراتي بالقانون والشرع. وفعلا تبعته، وصلنا لواحد الدار، دخلنا، دخلوا معنا دوك الناس، لقينا تما العدو المجدين شي ورق، عطاوني السينيس بعد ما سولوني واش موافقه ولا لا، وحتى هو بحالي. فاش جاو غاديين عطاهم بزاف ديال الفلوس، وعطا حتى الشهود. بقيت انا وياه، قلت ليه ديال من هاد الدار مراد؟ قال لي ديالك الدار ان شاء الله، وغادي نكتبها لك بسميتك، غير بين ما قدينا الامور مع والديا نرجعوا نعيشوا معاهم في الفيلا، وهذه الا بغيتي تخليها لوالديك شغلك هذاك. المهم حسيت به بصح كيبغيني، لانه دار عليا المستحيل. بداو العائله ديالي كيتصلوا بيا، وهو اللي جاوبهم، قال لهم ديك راه رجعت مراتي، كيفاش ما كيفاش، كيف كتسمعوا انا وياها تزوجنا على سنه الله ورسوله، وقطع عليهم. اتصل بالام ديالو من تليفونه، قال لها ماما باركي ليا انا تزوجت، بغيتو دابا نعلنوا على هاد الزواج للناس؟ مرحبا، ما بغيتوش شغلكم هذاك. قالت لي ماما انت مسخوط وخرجتي ليا من الجنب، وهذه باينه سحرات ليك. المهم ما خلاتش ليه بالهضره، قطع عليها، وبقيت انا كنبكي. قال لي شوفي حبيبه ما تبكي، ما حتى شي حاجه، المهم انا باغيك وما غاديش نتخلى عليك، وانا بغيت ندير لك العرس، ولكن كنوعدك اكبر عرس غادي يدار لك، وغادي يهضروا عليه الكبير والصغير، غير ما يبقاش فيك الحال. وفي فعلا غادي ندير عرس اللي يهضر فيه الكبير والصغير، واللي الصراحه ما توقعتش يوقع في هذا الشيء اللي غادي يوقع. المهم الغد ليه مشى للشركه، لقى باه واقف ليه في الباب، جرع ليه قدام الموظفين كاملين، ودار ليه الشوها، زول ليه السوارد ديال الطوموبيل والموتور، ما زولوش ليه. قال ليه الا ما طلقتيهاش غادي نحرمك من كل شيء، لاح ليه السوارد وكل شيء، وقال ليه نحفر في الحجر ونجيب ما ناكل انا وياها، وما عمرني غادي نطلقها، وما عمرك تحلم بها. جا عندي هو معصب من باه، الصراحه ندمت حيت بسبابي والديه تبراو منه. مشى عند امه ما بغاتش تهضر معاه، لقاها جامعه ليه حوايجو في واحد الساك، وقالت ليه الاوامر ديال باك، قال لي انك ما تبقاش في الفيلا. المهم السيد بقى بلا خدمه، كانت عنده شي فلوس في البنكه، قال لي غادي نديرو بها شي مقاوله صغيره ونبداو انا وياك من الزيرو. قلت ليه انا مستعده نتعاون معاك. وفعلا فاش بغينا نبداو با حرش الناس علينا، وحتى واحد ما بغى يتعامل معاه، لقينا بزاف ديال العراقيل وبزاف ديال الصعوبات. مشيت عند والديا واخا غضبانين عليا، في الاخر تفهموا الموقف، قلت ليهم يمشيو يهضروا مع باه وما ربما يقنعوهم باش ما يتخلاوش على ولدهم. وفعلا ماما صدمت على كرامتها ومشات عند امها للفيلا، وبابا مشى عند باه للشركه، وهادشي بلا خبر مراد، حيت هو صافي تبراو منه حتى هو تبرى منهم. فاش مشاو ما خلاتش ليهم بالمعيور، وردتهم، ردت ماما هي اللي حرضت ولدهم باش يتزوج بيا، وباللي هما طامعين في رزقهم. جات ماما النار من عينيها، قالت لك اخر مره تقولي لي سيري عند دوك المتكبرين. وبابا كذلك ما تفهمش مع داك الشيء بالعاصيه. المهم بقينا على داك الحال، المشروع خسر، الفلوس مشاو، حتى لواحد الصباح نط قلبي مروع وفيا الدوخه، شافني كنرداني للطبيب، لقاني حامله، وحامله بجوج ديال السيمانات. هو طار بالفرحه، وانا الصراحه ما فرحتش ابدا، حيت ماشي هذه الحياه اللي تمنيتها اصلا، هذا الزواج ما مضمونش. بقينا على داك الحال، قلتها لماما، الصراحه فرحت. حاولوا يدخلوا الناس مع باباه ولكن ما بغاش، وقال لهم حملت بالعاني باش تاخذ الورد. المهم ما خلينا، ما درنا، راجلي مسكين حار في الامر ديالو، ما لقينا ما نديرو، بقينا هكذاك. جاني الوهم صعيب، وداكشي ديال الفلوس اللي بقاو قرابين يكملوا، لانه خسر بزاف في المشروع. انا كنحس براجلي مهموم ومفقوص، وبحال اللي نادم على زواجو بيا. فاش كنسولو كيقول لي مستحيل ندم على زواجي بك، انا خايف عليك وما نقدرش نوفر لك ولولدي العيش الكريم. كبرت كرشي، وكانت عندي واحد الكرش 4 شهور، تحلفو عندي 8 شهور، كرشي كبيره بزاف، وكنحس براسي متقله. جات واحد عمتو كتكون في سويسرا، الله يطول في عمرها، عمتو اللي غزالة في الأخلاق ديالها، وكانت ردعت مراد مع ولدها سيف الدين، كانت كتقول ليه غير ولدي، ما كانش عندها الخبر لهذا الشيء اللي راه واقع. فاش قالوا لها اشنو اللي وقع،
ناضت نزلت للمغرب باش تحل هذا المشكل، وهاد عمتو باه ما كيزيدش معاها الهضره، واللي قالت عليه ما كيتناقش معاها فيها. فاش نزلت عيطت على مراد، قال لها ها شنو جات عندنا. بعد ما مشى عرض ليها، جابها للدار. انسانه بمعنى الكلمه. عيطنا على ماما وبابا وعودنا ليها كل شيء، عرفوا بلي انني غير متبنيني هاد العائله. ومن نهار تزاديت تفهمت الامر وعاودت لينا حتى هي فاش ما كانش عندهم، وفاش با حتى هو كان فقير، ولكن قرانا وصلنا ولينا لاباس علينا. عيطت على خوها اللي هو الشيخي، قالت ليه دابا غادي تجي عند ولدك انت ومراتك. ما بغاش في الاول، قالت ليه اذا نسى ان عندك اختك، حطاته في الامر الواقع. في الاخير جا، ولكن غير بزز، ما خلاتلوش بالهضره. ولكن فاش هضرت مع اخته قالت لي شوف اخويا، واش نسيتي النهار اللي كانت منا اللي حاليا راه شاده الفراش وفيها الزهايمر، كانت كترطب لينا الخبز كامل في الماء وتعاود دير به الخبز وناكله؟ واش عاقل فاش كنتي كتبكي بالجوع حيت ما لقينا ما ناكله؟ واش عاقل ذكراتو بالايام ديال الفقر والميزيريه، فكراتو في قله الشيء. وقالت ليه راه كنتي كتمشي تبيع الماء وكتقرا ورجعتي بالشركات، وهاد البنت الا خدمت راه هي دابا عندها منصب وكانت خدمت لكم في الشركه. المهم قالت له ما تنساش الاصل ديالك اخويا، ومقارنه عائلتها مع عائلتنا داك الوقيته راه عائلتها لاباس عليهم، اشنو خاصهم؟ المهم ما خلات ليهم غير اللي نساو. قالت لهم عرستكم حامله مسكينه وعايشه في الهم، وولدكم انتم كتشوفوا كيفاش داير، هو جالس كيتمرمد انتم عايشين في الخير، لمن غادي تخليوه؟ واش غادي تحلى لكم العيشه ولدكم مخصوص؟ المهم شبعات فيهم معيور قدامنا. قال لي هذا باش المطلوب اختي؟ قالت لي جمع ولدك اخويا ومراته حتى هي، راكم غادي يضحكوا عليكم الناس. قالت لي اول حاجه غادي ديروا ليهم العرس وغادي يفرحوا براسهم. قال ليها واش بغيتي الناس يضحكوا علينا؟ السيدة راه قريبة تولد، بغيتي حنا نديرو العرس ونعرضو على الناس؟ قالت ليه الناس هادرين، الولد غادي يدير العرس ديالو وماشي حاملة مزنقة، راه حملت مع راجلها. صافي ناضو مشاو قالوا ليها يكون خير. والديا حتى هما ناضو مشاو. أنا الغد ليه صبحت مريضة، حتى الصراحة حسيت براسي أن نزل مني الدم. قلتها الراجل داني للطبيب، لقاني حاملة بالتوام. راجلي بغا يتسطى بالفرحة، قال لي خاصها ضروري الراحة باش ما تجيهاش الولادة المبكرة، وضروري خاصها تنعس على ظهرها المدة ديال شهرين ولا 3 شهور. عطاوني مثبتات ديال الحمل، وفعلا عمتو وماما هما كيوجدوا العرس اللي غادي نديروه في أكبر قاعة ديال الحفلات في المدينة اللي ساكنين فيها، وأنا كلشي تبارك الله كبرات. المهم عذباتني داك الكرش، الله يسمح لنا من الوالدين. هي هاديك هما خداو الوقت ديالهم في التوجد، حتى وصل الوقت ديال العرس. انا دخلت في شهري السابع، وجدوا عرضوا على الناس، داروا لي الليله ديال الحنه غير في الفيلا. والغد ليه مشينا للقاعه، ولكن والديه مرفوعين ما عجبهمش الحال. جاوا الضياف وكلشي كيتغامز عليا بان العروسه حامله. انا ما رديتش حيت سمعتهم كيهضروا عليا على اساس غلط معايا وتزوج بيا، وكل واحد شنو كيقول، وانا ربي اللي شهد عليا. حملت معاه وانا مرته على سنه الله ورسوله. المهم لبست شي 6 ديال اللبسات، وكنحس براسي عيانه وكيدوز ليا شي حريق، وغير صابره ما بغيتش نضيع لراجلي خاطرو حيت كنشوفو فرحان. سمعت عمت راجلي الهضره اللي رايجه في العرس، مشات عند الشوق طلبت منهم الميكرو، قالت لهم الحضور الكريم، سمحوا لينا الا درنا لكم العرس متاخر، حنا هذا الوقت بغينا نفرحوا بولدنا. الحاجه الوحيده اللي بغيناها دابا هي ان العروسه والعريس يفرحوا. السبب اللي عطتنا ليهم العرس، الام ديالنا مرضات ودخلت للانعاش، داكشي علاش اجلناه ودرنا حفله ديال عقد القيران غير بيناتنا. حتى ارتاحت الوالده عاد احتفلنا بالعريس والعروسه. المهم دارت داك المبادره غير باش تسكت الفم، ولكن نتوما عارفين المغاربه ديالنا ما كيسكتوش، حيت الاغلبيه العائله كيقولوا وحنايا الام ديالكم دخلت للمستشفى للانعاش، حنا ما في خبرناش. المهم سكتناهم داك الهضره وصافي. المهم كملت اللبسات، لبسوني لاغوب اللي عجبتني بزاف، لاغوب البيضاء كانت فنه، وانا فيا الحريق وصابره. ولكن ماما حسات بيا حيت فواحد الوقيته قالت لي صفاريتي وشنايفك زراق ومالكي، حيت زيرني الحرق وكنحس شي حاجه كتدفع كانني غادي نولد. تما قالت لراجلي صافي خلي الحضور ودي انت مرتك، وفعلا عيطت على عمتو قال لها ديك راه عيات، والطبيب اكد علينا ما خصهاش تعب بزاف،
وانا اللي عطى الله عطاه. صافي قدت لينا الامور، تكلفت هي بالضيوف، وحنا مشينا من العرس بعد ما لحت ليهم الورد. وصلنا للوطيل اللي كنا نزلنا فيه، يلا وصلت انا عاد بغيت نقول لي عاوني نزول هاد الكسوه حيت تقلات عليا، وانا كنفيض بالدم، بديت كنغوت بالحريق، عيت للاسعاف هزوني. وصلت للكلينيك قالوا لينا ولاده مبكره، ولدت الصراحه طبيعيه، ولدت جوج وليدات، ما تعذبتش بزاف دغيا ولدت، ولكن ولادي مساكن زادوا سخفانين. الولد الاول غوت ولكن الثاني ما غوتش، داروهم في القرعه حيت غير من 7 شهور. وانا كنقول لهم واش غادي يعيشوا؟ غادي يعيشوا؟ كنبكي، كيقول لي الطبيب طلبي الله. المهم لحقوا كاملين للكلينيك، حتى باباه وماماه واختو وعمته ووالديا، المهم كلهم كانوا باينه فهم مخلوعين. كان راجلي وباباه فاش شافوا الوليدات بالخيوط في القرعه بدا كيبكي، قال لهم نقدوا لي احفادي واللي بغيتوها نخلصها لكم. قال لي الطبيبه الحاج حنا كنديروا مجهودنا وانتم طلبوا الله. انا بعد الولاده سخفت ليهم، لقاو عندي فقر الدم وبقاو عليا بالسيرومات والابر مده ديال اسبوع، وانا ناعسه في الكلينيك. ولادي بقاو شهر في القرعه حتى ولاو مزيان. الصراحه داروا ليهم كاع داكشي اللي خصو يدار، عاشوا ليا وليداتي الحمد لله. وفاش بريت انا وياهم، انا خرجت قبل منهم، كنت كنمشي عندهم الكلينيك. جدهم دار ليهم اسبوع كبير وكان فرحان، صراحة قلت الحمد لله والشكر لله، شيخي اللي سماهم، قلت ماشي مشكل، واخا أنا ما عجبونيش دوك الأسماء، قدامين وبلا ما كنقول دوك الأسماء دولادي. عشت معاهم في الفيلا مع عقوسي، وليت أنا وياها مزيانين، ما كتضيعش ليا، ولكن شيخي الدم ديال سنانو أنا ما كيحملنيش، ولادو كيحماق عليهم، كيديرهم فوق كتافو كيدور بيهم، ما كيخلي ما كيجيب ليهم. وراجلي رجع كيخدم في الشركه، وانا جالسه كنقابل ولادي وكنقابل حتى الام ديال شيخي اللي مريضه بالزهايمر، واخا كانوا جابوا لها واحد المساعده ولكن انا فضلت انني نقابلها. المهم مسكينه عندها شي 95 سنه وباقيه عايشه، كانت كتقابلها كما قلت لكم المساعده، ولكن انا قلت في سبيل الله انا غادي نقابلها وفي سبيل ان شيخي يرجع يحترمني. ولكن مع الاسف هذه عاد واحد السيمانه عايرني وقال لي بنت الباغيه. انا ما رضيتش وبقيت كنبكي. ناض ولدو تخاصم مع با حيت سمع داك الهضره اللي قال ليا، قال ليه جمع مرات كل ما غاديش يعجبك الحال لا انت لا هي، قال ليها انت اللي جمع راسك الوالد، اما مرتي راه مهزوزه عليك. انا الصراحه كنحس براسي بحال عايشه تحت السيطره ديال شيخي، وحتى راجلي بحالي كنحس ما عنده قيمه مع باه. نط في الصباح بكري مشيت لداري اللي شرا ليا راجلي، وكنت عطيتها لماما يسكنوا فيها حيت كانوا غير كارين. وفاش ما لقانيش راجلي اتصل بيا قلت ليه طلقني انا ما نبقاش معاك في داك الدل مع باك، قال لي غادي نجي نسكن معاك وما تقوليش ليا نطلقك. قلت ليه الا جيتي باك غادي يحترمك عاوتاني، وصدق كتخمم كيفاش غادي تعيشني انا وولادك. الغد لي عيط عليا شيخي قال لي بغيتي ترجعي رجعي، ما بغيتيش غادي نطلقك منه، ولادك والله لا فرحتي بيهم ولا لك غادي نزوجها ليه، هو عنده نفوذ وعنده سلطه ويديرها ويقد عليها. دابا انا قلت ليه الاعلى ما في خيلك ركب عليه، ولكن بيني وبينكم حيره ما عرفت ما ندير. ولادي ديما مرادين وديما في الطبيب حيت ولادت 7 شهور. قلت لكم راجلي مشبت بيا، انا اللي رفضت نرجع. غادي تقولوا لي فرقي عليهم، وهما كيهددوا في ولدهم، الا بقات تخرج من عندهم غادي يتبراو منه، هو بلا والديه ما يقدر يدير والو. انا دابا حيره خواتاتي، هذه اكثر من سيمانه باش خرجت من الدار، ما عرفت شنو غادي ندير. عيطت لعمه راجلي شرحت ليها كل شيء، قالت لي غادي تهضر معاه، وحيت كورونا ما لقاتش كيفاش تنزل للمغرب باش تحل لينا المشكل. عقوسي جات عندي يومين وهي معايا في دارنا، ما سخاتش بيا حيت الصراحه ما كنخسر ليها والو، وواقفه ليها على شغلها. هزيت عليها بزاف ديال المسؤوليه ديال عقوسها وديال الخدامات وديال التقضيه وبزاف ديال الحوايج. عودت ليا على شيخه حتى هي دوزها عليها. مهم انا وياها متفاهمين. لوسي غادي دير العرس مورا العيد الكبير، وديما كتصل بيا كتقول لي غير اختي، ديما كتقول لي ماما ما ولدتش لي اختي وانتي راكي اختي. ولكن شيخي ما نكذبش عليكم، فمو خانز ما كيحشمش، وديما كيلوح عليا الهضره وما كيحترمنيش. والله العظيم الا كل صباح كنبوس ليه راسو وهكذاك والو، الخدامات كيعاملهم حسن مني، راجلي كيحماق عليا وكيقول لي لا طلقت منك انتحر. ولكن انا ما عرفت ما ندير، هذه 4 سنين وشيخي معذبني في حياتي ومرمد بيا الارض، كرامتي دايرها تحت صباطو،
ودارني بحال الجفاف كل نهار كيمسح فيا رجلو، وانا تقرت من داك الشيء ما عرفت شنو غادي ندير. خايفه نطلق وياخذ ليا ولادي، وخايفه نرجع ويتمادى عليا كيف الاول. عافاكم الا ما نصحوني، عطاني مهله ديال 15 يوم، قال لي من هنا 15 يوم الا ما بغيتيش ترجعي للدار غادي تطلقي وبزز عليكم بجوج انتي وياه، وانا متاكده انه يديرها. الله يرحم ليكم الوالدين. انا القصه ديالي عارفاها طويله بزاف، ولكن راه ربي اللي عالم، راني نقصت لكم بزاف ديال الحوايج، ولا عثرت في شي حاجه ولا نسيت شي حاجه ولا شي حاجه ما واضحاش لكم في القصه، كتبوا لي في لي كومونتير ونوضحها لكم. انا عاودت بزاف الصراحه وهضرت بزاف، ونتمنى ان شاء الله تفهموني وتفهموني وتدعيوا معايا بالفرج، وربي يجمعني مع راجلي ووليداتي، ولكن مع شيخي ربي يحفظني من العذاب ديالو حيت قهرني بزاف. السلام عليكم. وكما ورد على مسامعكم الطيبه متتبعين ومتتبعات قناه سمح حكايتي، الاخت ديالنا ذكرى اللي بغيت نقول لها الاسم ديالك جميل جدا، وعندك حق وعندك الحق انك تفتخري وتعتزي بالاسم ديالك. وكيف ما كيقول واحد المثل العربي، ليتناك الاسامي لا يغيرنا الزمان. فشكرا لك وشكرا على الثقه ديالك في القناه سمح حكايتي، وشكرا كاع للناس اللي كيبارطاجيو الحكايات ديالهم، المشاكل ديالهم، الاهات ديالهم، واي حاجه كضرهم او كتفرحهم على قناتنا اللي هي قناتكم وقناه الجميع. شكرا جزيلا لكم. اكيد اختي الكريمه ما غاديش يدخلوا عليك المتتبعين والمتتبعات بالنصيحه، وكيف ما عودونا دائما كيزولوا من الوقت ديالهم وكيحطوا كومونتيرات اللي كيحطوا فيها نصائح قيمه، وانا بدوري كنقراهم وكنشكرهم من هذا المنبر جزيل الشكر. بالنسبه لي وكما عودتكم دائما كنقول داكشي اللي قديت عليه واللي علمني عليه الله. بالنسبه لنصيحتي ليك، حنا الا جينا نشوفوا راه حتى شي واحد ما كملات ليه في هذه الدنيا الكمال، ولله دائما كنقول لكم هذه الهضره نتوما راكم عارفينها. ما غاديش يبغيونا الناس كاملين، ما غاديش يحترمونا الناس كاملين، ما غاديش نعجبوا الناس كاملين، يعني كل واحد والذوق ديالو في هذاك الطرف اللي كيكون معاه سواء رجل ولا امراه. وكاينين كذلك الشخصيات السامه اللي ديجا هضرنا عليهم، او الشخصيات الانانيه او الشخصيات النرجسيه اللي كيكونوا في الحياه ديالنا وكينغصوا علينا المعيشه ديالنا. فانتي ما تشوفيش واحد الجانب سلبي. انا عرفتك دوزتي بزاف في الحياه ديالك، ولكن في الاخر ربي سبحانه وتعالى نعم عليك بواحد الزوج اللي هو صالح وكيقدرك وكيحترمك، وهذا يكفي بالنسبه ليك، هذا راه يكفي. كاينين عيالات مساكن اللي كيلقاو الخير في العقيزات وفي الشيوخ ديالهم وفي الويساتهم الى اخره، هما كيجي للراجل كيلقاوهم في الضيم سالي، فشنو غيدير لها الحب ديال شيخه ولا عقوسه ولا ديال الويساته الا ما كانت هانيه مع الزوج ديالها، لانه هي والزوج ديالها اللي كيتسد عليهم واحد البيت. فانت مادام ان الزوج ديالك طيب معاك وضحى معاك بالغالي وكما كيقولوا الرخيص في سبيل انك تكوني الزوجه ديالو ولتي مع وليدات وكما شتي تحدى الوالدين ديالو، فهذا بوحدو كيكفي انك تقوتي به وتصبري مع داك الراجل هذاك اللي هو الشيخ ديالك. فبغيت نقول لك عزيزتي بقاء الحالي من المحال، فغادي يجي واحد النهار وغادي تبقى هاد الهضره هادي غير تعاوده ان شاء الله، وغادي تقولي وكاننا وكانتو سرنا وسرتو. ففقط اصبري واحتسبي الاجر عند الله، وهذاك السيد انت احترميه، الا ما احترمكش احترميه، وإلا ما إلا احترمك احترميه. انت كتعبري على الاخلاق ديالك وهو كيعبر على الاخلاق ديالو، واكيد واحد النهار غادي يفيق وغادي الله يهديه، نطلبوا الله سبحانه وتعالى انه يهديه يردوا للطريق وما يبقاش اناني بحال اللي راه دابا، والله يهدينا جميعا للطريق المستقيم يا رب يا كريم. هادشي اللي نقدر ننصحك انا في نظري، ان تبقي مع الزوج ديالك مادام عقوستك مزيانه، لوستك مزيانه معاك، راجل كيحمق عليك، عندك وليداتك الحمد لله، فلا داعي انا هو كاع ما تديهاش في كاع ما تسوقيلوش كاع سبك، فخليه. واش غادي يسق فيك داك المعيور ديالو ولا داك السبان ديالو؟ انت يقول لك بنت الباغيه، يقول له عمي انت يعني الحاج وهذا، وخضري معاه باسلوب زوين، خلي الانسان الا ما بغاكش بهذا بالعار يبغيك بالحيله، راه كيقول لك الحلحه عفوا غلبت السحر، راه كنقول لكم مره كنلاجي. على اي حال نتمنى ان شاء الله ربي يفرج عليكم، ما تنسيش تصلي صلاه الاستخاره كذلك وتقربي الله سبحانه وتعالى، فالله يدير لك شي تاويل الخير والله يدير لك الطريق في الضيق يا ربي، وان شاء الله ينعم عليك بالصبر والسلوان، لان هذا السيد هذا الله يهديه وصافي، هذا الشيء اللي نقدر نقول لك. وكيف ما عودتكم دائما قناه سمح حكايتي
ماشي غير للفرجة بل للعبرة. الناس اللي أول مرة كيدوزوا بهاد القناة ومازال ما اشتركتوش، كنقول لكم مرحبا بكم، ميات 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 ألف مرحبا. فقط ضغطوا على زر أبوني اللي هو اشتراك، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم إن شاء الله جميع الحكايات. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخاص مفتوح لكم جميعا.